أخوكم شعيب صالح أبو سنينة، مقدسي من بلدة سلوان، مبعد إلى قطاع غزة في إطار صفقة وفاء الأحرار عام 2011. اليوم اشتركت في هذا المخيم المقدسي، من للقدس إلا أنت، وكان شعاره جبل أبو غنيم. وجبل أبو غنيم يقع جنوب المسجد الأقصى على بعد تقريبا 6 كيلومتر بين بيت لحم والقدس. هذا الجبل نسبة للصحابي الجليل عياض بن غنم. أنا كنت سعيد وفرح اليوم أننا نحاكي اقتحام حواجز ومستوطنات الاحتلال لنعيد الراية مكانها، راية العروبة والإسلام. طبعا وكلوني أن أغرس هذه الراية. صحيح كانت المهمة شاقة، خاصة أننا صعدنا اقتحمنا حواجز، صعدنا إلى قمة تل عالية جدا، شعرت بالإرهاق والتعب الشديد، لكن حب القدس يعني رغم انقطاع أنفاسي دفعني أن واصل وأن لا أنظر إلى الوراء بتاتا حتى أكمل المهمة. كسرت علمهم، أزحت شعارهم، وغرست شعارنا جبل أبو غنيم من جديد. خاصة أول إشي أقول أنني رغم الحرمان ورغم يعني سيلات دمع من عيني نتيجة بعدي عن مدينتي ومن مسقط رأسي وأهلي وربعي وعن بيت المقدس، أشعرني بالحزن يعني والغضب يعني والإحباط. هذا دفعني أن أتقدم إلى الأمام وأن يعني أقبل هذه المهمة وأن أشارك في هذه المسيرة وفي هذه المخيم يعني الذي يعقد كل عام. هذا المخيم الذي يعني يشعل في قلوبنا وفي عقولنا حب القدس وحب بيت المقدس، يعني ونجدد العهد والبيعة معه من جديد. هذا كله أشعرني أنني ليس أمامي إلا أن أتقدم الصفوف ويعني وأن ألهبها على أمل العودة مجددا إن شاء الله، ونحن على العهد إن شاء الله. تمام، إحنا كل سنة بصير عنا محاكاة لأهلنا في مدينة القدس، الأحداث اللي بتصير في مدينة القدس فبنعمل محاكاة لها. طبعا الفترة هذه اللي استمرت اللي هي أخذ البيوت وأخذ الأراضي من المقدسيين، وبعد هيك بيعملوا فيها مستوطنة، وبعد ما يعمل فيها المستوطنة خلاص بتصير المكان هذا للاحتلال الصهيوني. فالمرة هذه بإذن تعالى حيتم حرق للمستوطنات لندل على نقول للاحتلال الصهيوني بأن هذه أرضنا وأننا لن ننساها، وأن الكبار الذين أنتم قلتم أن الكبار يموتون والصغار ينسون، لا كلا، بل الكبار ماتوا ولكن الصغار كبروا وفهموا كل الحقيقة. جايينك يا شمس الرام القدس رايحين شهداء بالملايين، القدس رايحين شهداء بالملايين. المسجد الأقصى هو الذي يجمع الشارع الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه، بمن في داخل فلسطين ومن خارجها، على ضرورة تخليص المسجد الأقصى من الاحتلال. وبالتالي محاولة استخدام المسجد الأقصى ليكون معبدا اصطناعيا للكيان الإسرائيلي، كما عملوا وطن كامل معبد كوطن للاحتلال الإسرائيلي. لكن القدس معروفة مسجلة في القرآن، والآية التي جاءت بذكر القدس بالذات والمسجد الأقصى ارتبطت بعد الآخرة. بالحدث الأبرز الذي يحصل على الزاوية الشمالية الشرقية لسور مدينة القدس، لكن نتيجة الحدث المؤلم الذي يحصل في أقصى الزاوية الشمالية الشرقية لسور مدينة القدس، ألا وهو منطقة المظفرية اللي هي الجزء الشمالي من مقبرة اليوسفية.